السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. رمضان قرب يخلص، كل سنة وانتم طيبين. رمضان قرب يفارقنا، يا ترى رجعتوا صلاتكم وصيامكم وصدقاتكم وعلاقتكم ببعض؟ يا ترى مشاكلنا خلصت ورجعنا لمحاسن الأخلاق؟ يا ترى هيشهد علينا رمضان ولا هيشهد لينا؟ يا ترى فطرنا كم صايم في رمضان؟ يا ترى استغفرنا كم مرة؟ سبحنا كم مرة؟ كبرنا كم مرة؟ صلينا التراويح؟ وكم يوم فاتنا يا ترى؟ أحبابنا الكرام، أنا بشكر كل الناس اللي تواصلوا معانا، سواء كان على صفحة البرنامج إحنا معاك، أو من خلال التليفونات، أو من خلال التبرع في حسابات الجمعية في البنوك. عايز أقول لكم إحنا بنساعد بعض عشان نوصل في النهاية إن إحنا دلينا على الخير، إن إحنا نكون من أحب الناس أنفعهم إلى الله. أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. أحبابنا الكرام، الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن الغارمين والغارمات بالتحديد، ما شاء الله ناس كتيرة اتصلت وقررت تقف معانا بخصوص الغارمات اللي اتكلمنا عنها. لغاية النهاردة في 13 غارمة تم سداد الديون اللي عليهم بالكامل، وتم عمل مخالصة ليهم، وخلاص سقطت عنهم الأحكام، والمحامين شغالين في حوالي 8 تانيين يخلصوا في إجراءاتهم، ومنتظرين تدخلكم معانا. هنبدأ النهاردة مش من الصعيد، ولا هنبدأ من وجه بحر، ندخل في عمق القاهرة بالتحديد من إمبابة. إمبابة بلد الرجالة، البلد اللي بيقولوا عليها فعلا مصنع الرجالة، الناس المحترمة. جات لنا منها صرخة، أم كبيرة في السن عندها 5 بنات، طلبة طلب غريب، عايزة حلة وعايزة شبشب. لما بعتنا مندوبنا راح شاف المنظر، ايه حلة وشبشب؟ لقينا الوضع اكبر بكتير من حلة وشبشب. تعالوا نسمع صرخة امنا اللي من امبابة. يصلح لكم حالكم ويجعلها سنة حلوة عليكم. احنا ولا لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة، والله العظيم ولا لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة، ونايمة على الأرض. اقفوا معاي، سنة حلوة عليكم يا رب، يجعلها سنة حلوة عليكم. إن كنتوا تقفوا مع أختكم، اقفوا مع أختكم وأمكم، ما يرضوكوش إن أنا أبقى متبهدلة كده طول عمري. معايا عيلة مجوزاها عندها 20 سنة، جوزها بيلم زبالة وورق، برضو اللي قاعده جنبيها دي مش قادر ياكلها، مفيش. انا عاوز عربيه، معاوز عربيه يشتغل عليها عشان ياكل مراته. ومعايا عيله هي صغيره نوره عندها 12 سنه، والواد دوت عنده 4 سنين ونص، انا اللي مربياه يتيم، الطفل دوت يتيم. وقفوا معايا. ومعايا عيل تاني متخلف، ايوه متخلف، عنده 11 سنه متخلف عكرية، بيمشي هنا وهنا ما بيقعدش معايا، من قلة ما مفيش، أنا هجيب منين مفيش؟ عاوزاكوا تقفوا معايا في حتة توك توك، لو قديم يأكلني مأكل منه عيش، يبارك لكم ويستر طريقكم وينصركم. ما تسيبوش ولادي، ولادي ضايعين مني، الشباب بتجري وراهم البنتين، كل واحدة تجيب لي السرير أروح أبيعه ب150 وأبيعه ب100 جنيه عشان أجيب أكل للعيال. ما يرضوكوش اللي انا عايشة من غير دولاب ومن غير سرير ومن غير اي حاجة. ما تسيبونيش كده، اوعوا تسيبوني كده. انا قاعدة في تربة، انا قاعدة في تربة، يعني المكان دوت لا يستكين واحدة تعيش فيه.
العجة عندها 5 بنات، وزي ما انتوا سمعتوا القصة لكن في جزء ما قالتوش، الست دي مديونة ب23,000 جنيه مضي على دفترين ايصالات امانة. الست ديت اتكلمت مع ناس عنها بخصوص الدين، في اخت الله يجزاها خير بعتت لنا 9,000 جنيه. اتفقنا مع صاحب الدين يعلق قوة التنفيذ ما تنزل لهمش، ما يضغطش على الحكومة تنزل ان اخد حكم وما يتقبضش عليها، وان شاء الله فور ما هنعرض هنخلص الدين. ده بيتها اللي انتوا شايفينه، وده حالها في امبابة في القاهرة مش في الصعيد. طبعا لو الكاميرا بتجيب الريحة كان المشاهدين سابونا وقاموا كلهم. ريحة صعبة جدا جدا جدا، ساكنة دور ارضي، الحمام تعبان جدا طافح، نايمين على الارض، كل شيء قدامكم في الصورة. الست ديت في رقبتنا كلنا، الست ديت لازم نسدد دينها، ولازم نغير منظر البيت ده بأي شكل، ولازم ننقذ بناتها ونعمل لهم مشروع يعيشوا منه. يا ترى هنتحرك؟ قلنا لو حضرتك ما انتش قادر فورا نمسك التليفون، مش هقولك اتصل، تفتح الرسائل تبعت رسالة فاضية على 9508 9508، وما تكلفش نفسك وتكتب حاجة، ابعتها فاضية على طول، هيدخل في ميزان حسناتك انك تصدقت ب5 جنيه. ال5 جنيه دولة على 1,000 واحد او على 1,000,000 واحد بيشوفونا هنعمل مئات المشاريع لواحدة زي امنا الست الكبيرة دي. بكرر دي من امبابة بلد الرجالة، ياريت يكون اهل امبابة شايفينها دلوقتي واشوف هم هيعملوا ايه. من ضمن الكلام اللي الست قالته لما حد بيجيب لها اكل تطبخه، بتشحط صفيحة من الجيران عشان تطبخ فيه، ماشي حافية. عرفنا قصة الشبشب وقصة الحلة، يا ترى مين هيقول عايز اروح لها؟ مين هيقول انا هجيب لها التوك توك؟ مين هيقول انا هكمل على 9,000 جنيه اللي معاك ونسدد الدين بتاعها؟ مين هيقول انا هشطب البيت بتاعها وخليه بيت ادمي؟ مين هيقول انا هتقرب الى الله عز وجل في رمضان بمساعدة الست دي؟ بقرر تاني، دي من امبابة. مشاهدينا الكرام تعالوا بينا نسيب امبابة والقاهرة ونطلع على كفر الشيخ. كفر الشيخ معانا هناك حالة حاجة سيدة عرضناها عليكم الحلقة اللي فاتت، لكن عايز اقول ان مستوى التواصل او مستوى التأثير والتأثر بحالة سيدة ضعيف جدا، ما يساويش ان احنا ما نقدرش ان احنا نهد البيت ونطلع نبنيه. خلي بالكم البيت في كفر الشيخ هيختلف عن البيت في الصعيد خالص، لازم يتعمل اساسات كويسة، هيرتفع شوية عن الارض هيكلفنا. المهم المسألة بسيطة، لو 10 و15 واحد تكفلوا بحالة سيدة هنفرحها وهنفرح بيها يوم القيامة. تعالوا بينا نشوف حالة سيدة. وعندي القلب والضغط والكولون وسدة في الشرايين، ولي كل أسبوع ب170 جنيه علاج، وكان معايا جوز بنات ولاد جوزي، جوزتهم واحدة في الصعيد واحدة في التفتيش، ومعايا بنتي مجوزاها من السنة اللي فاتت في ينحيد سوق، ومعايا جوز صبيان واحد عنده الدوالي وظهره والبواصين، مانيش عارفة لا عالجه ولا عارفة أجيب له أي حاجة، وعندي الواد التاني في العلاج.
وربنا هو يتولانا برحمته وبتعبة المال عم برضونا كل اللي ربنا بيقدر عليه وعايشين يعلم بنا ربنا. فأنا بأطلب منكم يا أهل الخير ترضوني وتبصوا للدار اللي احنا بيجي علينا الشتي ما بنبوش عارفين نقعدوا ولا عارفين نعيش. كفر الشيخ يعني على الساحل يعني مطر ربنا ما يعرضه ما يجعله سبب في خطر او ضرر لحد ابدا. هناك بيبقى فيه سيول، وانت شفت منظر البيت لما بيكون فيه شتاء او مطر بتبقى كارثه بمعنى الكلمه. البيت ده محدش ينفع يسكن فيه في الشتاء خالص. لو لاحظتم حتى البيت اللي قدامه بنفس الشكل، البيت ده لازم يرتفع عن الارض، لازم سقفه ده يتغير، لازم حال البيت ده يتغير. ما ينفعش يعدي علينا رمضان ويقول انا شفت بيت في كفر الشيخ ظروفه كذا والمسلمين ما شافوه ما عملوش حاجه والمسيحيين شافوه ما عملوش حاجه. دي ام، دي انسانه، لازم كلنا نساعدها. يا ترى هنسيب الحاجة سيدة لرمضان اللي جاي ولا هيبقى ازاي؟ انا واثق ان انتوا هتقولوا لا. لما عرضناها المبلغ اللي جالها ما يكفيش ان احنا نهد او نشتغل بالشكل ده، لازم يبقى معايا المبلغ اللي يخليني اهد واشتغل في وقت وجيز جدا على اساس ما نضرش الست. لا، ايه اللي خلى الحاجة سيدة تكلمنا؟ كنا بنعمل انجاز جنبها، واحد اسمه ابو سيف جزا الله خير عمل 3 بيوت في كفر الشيخ، شافهم بحالاتهم اتصل قال انا عايز اعملهم. الراجل ده من المملكه العربيه السعوديه، قال لا انا عايز اعمل البيتين دول، 3 بيوت دول، تعالوا نشوف منهم انجاز، ويا رب يكون بيشوفنا دلوقتي، ويا رب ناس تكون بتحب الخير تقول لنا لا اشمعنى ابو سيف احنا هنعمل احنا. يلا بينا. مشاهدينا الكرام، ده بيت حالة من الحالات، انسان استغاث بيكم اتحركتم. كان البيت مش كده خالص، كان بيت صعب جدا. الوقت بقى كده، بقى احسن مما كنا نتخيله. ربنا يبارك لكم ويجزيكم خير، ومن بيت لبيت ومن حالة لحالة نسعد كل الناس في مبادرة احنا معاك عشان مصر. انا ما كنتش احلم باجل حاجة من ده كله كده، وربنا يبارك فيهم ويجعلهم للاسلام منارة يا رب، وربنا مش احلم الناس بيحشت حالها وهم يعني رفعوا راس قدام عيلة. حتى انا كنت اتمنى بس ان عيالي يناموا على سرير مش على كنبتين، بقى عندهم سريرين وبقى عندي دولاب وبقى عندي البيت الحلو ده، انا كنت عايش تحت الارض. النهارده انا بس كده احتضر مولودي من فضل الشيخ عماد وجمعية البر والتقوى، وربنا يا رب يجعل في ميزان حسناتهم ويبارك فيهم. واحنا معاك هيبقى كل شيء جميل، هنبتدي مفيش رجوع مفيش طموع سببها جوع، هنعيش حياتنا بالامل. شفتوا فرحة الناس؟ ده كان حالة، كان البيت أسوأ من بيت سيدة، ومع ذلك أبو سيف قال لا أنا هعمل البيت، وجزا الله خير عمل البيت. شايفين الارتفاع كان قد إيه؟ لازم نعمل بيت سيدة بنفس الارتفاع. ليه؟
لان لسه في تجهيزات هتدخل على الطرق جنب البيوت ديت وفي المنطقه دي في كفر تيده في كفر الشيخ، فلسه الصرف الصحي هيدخل وبالتالي الطرق ده هتعلى، فلازم نرفع التكلفه الكبيره في رفع البيت. اما تجهيزات البيت الناس ده عايزه حاجه تحميهم من البرد وتسترهم، حاجه ادميه يعيشوا فيها. دي تبرعاتكم اللي انتوا تبرعتوا بيها، سراير ودواليب، حاجات العينية اللي انتوا بتبخلوا علينا دلوقتي بيها ما تبخلش علينا بيها لو سمحت، الملابس ما تبخلوش علينا بيها لو سمحتم، لانها بتسعد ناس كتير جدا جدا. مشاهدينا الكرام، لو سيبنا كفر الشيخ وانتقلنا الى محافظة قنا حيث مستوصف البر والتقوى، العيادة رقم 2، احنا افتتحنا مع بعض العيادة رقم 1 في المنشية، اما مستوصف ابو دياب شرق بالتحديد في مركز دشنة، عيادات البر والتقوى المصرية. خلاص، جزاكم الله خير، شطمنوا. وأكرر شكر الحاجة محاسن أحمد حمدان والناس اللي شاركوا معانا. الحاجة محاسن كانت السبب إن احنا وصلنا للمرحلة دي، وعلى فكرة الحاجة محاسن أيضا تكفلت بحجرة عيادة البطنة بالكامل وبفرشها، الله يجزاها خير وكتر من أمثالها. احنا محتاجين 20 واحدة زي الحاجة محاسن، 20 واحدة زي الحاجة محاسن، واذا كان الراجل باتنين يعني احنا محتاجين 10 رجالة، 10 رجالة بجد، 10 رجالة بحبوا البلد بجد، عشان نفرش مستوصف عيادات البر والتقوى المصرية، عشان نسعد اكبر قرية موجودة في مركز دشنة. عايزين نسعد القرى المجاوره ليها لان مفيش فيها وحدات صحيه، الوحدات الصحيه اللي في ابو دياب معطله وسيئه جدا، الناس هناك بتتعب جدا جدا على ما توصل المدينه للمستشفى. عملنا الصعب، لسه تجهيزات بسيطه جدا، ونفتح العيادات الثانيه، عيادات التخصصيه رقم 2 في محافظه قنا. مشاهدينا الكرام، من اعظم الصدقات الجاريه اللي ممكن تقدمها لنفسك وتفرح بها جدا يوم القيامة ان حضرتك تتدخل في العمل الصحي وتسعد المريض وتفرج عنه همه وتكون سبب في ازالة الالم عنه. مشاهدينا الكرام، من بر البر ومن تقوى لتقوى بنحاول نقدم خير كبير. المستوصف الصغير ده اللي عملنا زيه في المنشية في مركز نجادة ده هيكون لهم مستشفى كبيرة جدا اسمها مستشفى البر والتقوى، على 1000 متر، صافي مباني، 5 ادوار، شغالين فيها من 2010، بنشطف فيها حاليا، بس لسه همة الناس ما اتحركتش، لسه ناس كتيرة ما ساعدتناش فيها. في ناس تكفلت بحجر وبتستعجلنا تفتحوا امتى يا جماعة؟ ده مش مستوصف هنفتحه، ده مستشفى فأكبر 3 غرف عمليات في الدلتا، هتتكلف 150 مليون جنيه. يعني حضرتك لما تتكفل معانا بحجرة ما تستعجلش علينا. احنا عاوزين المستوصف ده لو خرجنا من رمضان، المستشفى الكبيرة دي لو خرجنا من رمضان دهننها من بره ومشطبينها من جوه زي ما احنا شغالين كده اهوت ولسه بنكمل، يبقى احنا عملنا انجاز، انجاز كبير جدا. رغم ان في ناس جربت الالم، ناس أبقى ماتوا بالفشل الكلوي، ناس ولادها ماتوا عشان ما عندهم ملقوش حضانة، المستشفى ديت هيبقى فيها مركز غسيل كلى، هيكون فيها مركز حضانات، هيكون فيها غرف العمليات حتى للقلب المفتوح والقسطرة، كل ما يحتاجه الفقير لكن بيحتاج يدفع له فلوس كتيرة أو عشان يوصل للدور بقى في المستشفيات الحكومية هيتعب كتير. مين هيساهم معانا عشان نكمل بلاط الارضيات في الدور الارضي والدور الاخير؟ الرخام. مين هيكمل معانا عشان نعمل السلم؟ مين هيكمل معانا عشان نعمل الاسانسير؟ مين هيكمل معانا عشان نعمل السقف المعلق؟ مين هيكمل معانا عشان نعمل فرش الكهرباء؟ مين هيكمل معانا عشان نكمل فرش العمليات؟ مين هيكمل معانا؟ مين من اهل الخير اللي بيشوفونا دلوقتي اللي انا بقول لو مليون واحد بيشوفونا كل واحد دفع جنيه واحد بس، او بعت رسالة على الموبايل ب5 جنيه على الرسالة 9508
5 جنيه او راح لخدمه مصاري او راح البريد، المهم او زارنا. اجا زار المستشفى وقرر ان هو يتبرع بجزء من الورث اللي ابوه سايبه، يبقى صدقه جاريه لابوه في مستشفى البر والتقوى. مستشفى البر والتقوى مش معموله لدمياط، مستشفى البر والتقوى معموله لجمهوريه مصر العربيه. مستشفى البر والتقوى هينتقل اليها الفقراء من الصعيد ومن جميع المحافظات عشان يلاقوا مكان يعملوا فيه العمليه بالمجان. احنا بنتكلف كتير جدا في اجراء العمليات، فقررنا ان احنا نعمل المستشفى دي عشان نوفر الكلام ده على مدار سنوات، ويبقى مكان ثابت لو متنا الناس تيجي تحضر فيه، وهتلاقي الدكاتره بيستنوها. يا اهل الخير اللي بتشوفونا دلوقتي، شايفين مستوى التشطيب؟ مستشفى من الداخل مفيش فيها اي دهانات، كلها سيراميك ورخام. بتهيألي ما شفناش حاجة من دي في مستشفيات خاصة حتى مش حكومية. عايزين نقدم للفقير خدمة 5 نجوم، خدمة يدخل ويقول الله يبارك للي عمل كده. جايز الدعوة دي هي اللي تكون سبب في دخولنا الجنة. جايز لما ننقذ طفل أو ننقذ امرأة أو ننقذ مريض، جايز هي دي اللي تدخلنا الجنة. كتير بيشتلوا ولادهم ويلفوا في الحضانات، مفيش معاه 1000 جنيه ولا 700 جنيه يدفعهم للحضانة في اليوم الواحد، لغاية ما فجأة ابنه أو بنته بيموتوا على دراعه، وساعتها ذنبه في رقبتنا. عايزين نلحق نخلص مستشفى البر والتقوى بسرعة، لأن بقالنا دلوقتي من 2010 لغاية النهاردة كتير قوي. معقول ما فيش حد من رجال الأعمال بيشوفنا ولا سامع صوتنا؟ طب بلاش رجال الأعمال، بلاش الناس الغنية، عايزين مليون مصري يحبوا البلد بجد يتحركوا معانا بجنيه في كل اسبوع، ادفع جنيه عشان في الاخر نفرح كلنا بافتتاح مستشفى البر والتقوى المصرية، بكورة مبادرة احنا معاك عشان مصر. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل وراجعين لكم تاني، اوعوا تسيبونا وتروحوا في حتة. رجعنا لكم تاني. منساش اشكر الحاجة جميلة من الكويت، الست المحترمة اللي وقفت معانا، ربنا يشيل عنها ويديها الصحة وبارك لها في كل ما تحب. اشكر ام محمد من الامارات والفريق المصري اللي من الامارات اللي بيدعمنا، وبشكر كل الناس اللي في الدول العربية اللي واقفين معانا، وبشكر كل المصريين اللي هم واجبهم لازم يقفوا معانا. انا بشكر الناس اللي هتحضر معانا افطار الصايم للمعاقين في بني سويف. بشكر الناس اللي دعمته، والناس اللي وزعت الشنط في بني سويف وعملت المشاريع في بني سويف. بشكر كل واحد بيحب الخير. تعالوا بينا اقدم لكم هديه تاني عرضناها قبل الفاصل، الحاجه ام رحمه اللي من امبابه. يلا بينا. يسر طريقكم وينجيكم، يصلح لكم حالكم ويجعلها سنه حلوه عليكم. احنا ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، والله العظيم ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، ونايمه على الارض. اقفوا معايا، سنه حلوه عليكم يا رب، يجعلها سنه حلوه عليكم. ان كنتوا تقفوا مع اختكم، اقفوا مع اختكم وامكم، ما يرضوكوش اللي انا ابقى متبهدله كده طول عمري. معايا عيله مجوزاها عندها 20 سنه، جوزها بيلم زباله وورق، برضه اللي قاعده جنبيها دي مش قادر ياكلها، مفيش. انا عاوز عربيه، معاوز عربيه يشتغل عليها عشان ياكل مراته. ومعايا عيله هي صغيره نوره عندها 12 سنه، والواد دوت عنده 4 سنين ونص، انا اللي مربياه يتيم، الطفل دوت يتيم. وقفوا معايا. ومعايا عيل تاني متخلف، ايوه متخلف، عنده 11 سنه متخلف، متخلف عكريه، بيمشي هنا وهنا ما بيقعدش معايا. من قله ما مفيش، انا هجيب منين مفيش؟ عاوزاكم تقفوا معايا في حته توك توك، لو قديم ياكلني اكل منه عيش. يبارك لكم ويستر طريقكم وينصركم.
ما تسيبوش ولادي، ولادي ضايعين مني، الشباب بتجري وراهم البنتين، كل واحده تجيب لي سرير اروح ابيعه ب 150 وابيعه ب 100 جنيه عشان اجيب اكل للعيال. ما يرضوكوش اللي انا عايشه، اللي انا عايشه من غير دولاب ومن غير سرير ومن غير اي حاجه. ما تسيبونيش كده، اوعوا تسيبوني كده، انا قاعده في تربه، يعني المكان دوت لا يسكن واحده تعيش فيه. أم رحمة ساكنة في البيت اللي انتوا شايفينه ده، البيت الصعب جدا اللي ريحته لا تطاق. بتنام على الارض هي وبناتها. ام رحمه اللي شايله مسؤوليه ما يقدرش يشيلها راجل من الرجاله. ام رحمه ست ذكيه وست بميت راجل. اخذ حكم على فكره عشان عليها ديون من جواز بنتها. ام رحمه عايزه تكتك تشغله وتصرف على نفسها وعلى عيالها او بناتها. عايزه حد يسدد لها دينها. ام رحمه عايزه حله عشان تطبخ فيها لما حد يجيب لها اكل. عايزه شبشب لانها ماشيه حافيه. ام رحمه ساكنه في البيت ده. شايفين البيت ده؟ نفسها تعيش. كم واحد فينا عنده حد فطر في رمضان نتيجة ظروف؟ كم واحد مريض بيفطر في رمضان؟ أنا عندي فكرة، إيه رأيكم نجمع 1000 كفارة؟ 1000 كفارة. في واحد مريض هيضطر يفطر 30 يوم، عايزين نكمل 1000 كفارة عشان نفطر بيهم قرية كاملة من كرة الصعيد، عشان نفطر بيهم الحالات اللي انتوا شايفينها دي. ام رحمة ما عندهاش فطار ولا عندها سحور. ام رحمة جوز بنتها بيشتغل بيجمع زبالة على ايديه لان ما عندوش حاجة يلم فيها، يدوبك بيقسم قوته مع قوتهم وهي ماشية وخلاص. يبقى مشروع هنجمع 1000 كفارة، ال1000 كفارة دول هنطعم بهم قرية. ايه رأيكم؟ اللي عنده استعداد لو سمحت ادخل على صفحة البرنامج احنا معاك، واتصل على الارقام اللي قدامنا وقول انا عايز اكفر كفارة افطار الصايم 20 جنيه. هنفطر بهم صايم، بس مش صايم في مكان يكون او في حد يكون مش محتاج قوي، لا لا لا، احنا هنوصل لناس زي ما انتوا بتشوفوا حالتنا كده، هنوصلها لناس عدمانة، ناس فقيرة جدا. مشاهدينا الكرام، لما اتكلمنا على افطار الصايم المسافر الناس ما شاء الله اقبلت. عايز اوريكم نماذج افرحكم بالشغل اللي انتوا عملتوه معانا في افطار الصايم المسافر. تعالوا بينا نشوف وصلنا لفين. يفرح شباب يتعودوا من 2010 من 2007 لغاية النهاردة ان هم يقفوا الوقفة دي كل رمضان في عز القلق والثورات اللي قامت والانفلات الامني، اللي انه كانوا بيقفوا وكانت الناس عارفة المكان ده وبتستنى فيه. كان لما يبقى حد عنده مشكلة بيقف في المكان ده عشان عارف ان في رجالة محترمة هتقف عشان تساعده بجد. المكان ده كل سنة على التوالي
بيفطر فيه حوالي 12,000 صايم مسافر. ربنا يجزيكم خير، ربنا يبارك فيكم ويجعله في ميزان حسناتكم. فرحة كبيرة جدا انك تحس ان واحد بيديك حاجة هو مش عايز منك حاجة، ان انت تبقى مسافر ومرهق ومعاك اولادك او راجع من مصنعك ولسه بدري على اول سوبر ماركت ممكن يقابلك او كافيتيريا، وعايز تجرح صيامك، عايز تفطر، فجأة تلاقي ناس واقفين لك وجبة بسيطة بزجاجة مية وشيء تفطر بيه، بتبقى فرحة. بنسمع دعوات جميلة جدا وظريفة جدا من الناس اللي بتمر والناس اللي بتقف. ربنا يسعدكم ويجزيكم خير، هي دية الإيجابية اللي احنا بنطالب بيه. زي ما انا قلت احنا عاوزين نذبح، عايزين نذبح الاسبوع اللي جاي في رمضان. بصوا لازم نذبح، لازم نذبح على الاقل 5 عجول كتيرة يا مشاهدينا الكرام، 5 عجول لخمس كرة من الكرة الفقيرة. احنا ذبحنا 3، ابو سيف جزاه الله خير ذبح 3 عجول، الدكتور احمد ذبح خروف، وفي ناس بعتت لنا فلوس عقيقة ذبحنا كمان عجل. انا بقى عاوز اللي ما عملش العقيقة لولاده جمع، ونجمع كل 7 عجل ونذبح ونفرح الناس في زمن كيلو اللحمة وصل ل 150 جنيه. عايزين نوزعها ببلاش، عايزين نوزعها على الفقراء والمساكين ببلاش. ممكن مشاهدينا الكرام مين هيقول انا هذبح عجل في كرة الصعيد؟ ايه يعني العجل 20,000 جنيه؟ هياكل منه كام واحد؟ هيفرح بيه كام انسان؟ ربنا عز وجل هيغفر لك بيه كام ذنب؟ الدم اللي نزل منه ده هيكون كفارة لسيئاتك، لانك بتذبحه عشان الفقراء والمساكين، عشان تكون من ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. مين هيودع رمضان بذبيحة؟ او اقول لكم على حاجة، احنا هنعمل السهم ب3,000 جنيه. اتصل وقول انا هدفع سهم ب3,000، يجي لك المندوب او حطه في حساب الجمعية. مين هيقول انا هساهم بسهم؟ مين مجموعة من الشباب هيجمعوا في بلدهم 8 عجل ويذبحوه في بلدهم ويطلبوا مننا التصوير ونصور ونشكرهم في بلدهم؟ احنا الهدف كده ان الناس كلها تشتغل، مش مهم احنا اللي نعمل، المهم ان الخير يعم والناس تبتدي تشتغل وتفرح وتفرح الناس. الفقير اقرب الناس لربنا، لان ساعة ما بيقول يا رب ربنا عز وجل بيقول لبيك عبدي. مشاهدينا الكرام لما اتكلمنا على توزيع شنطة رمضان قلنا حلمنا نجمع 10,000 شنطة، لغاية النهاردة احنا وصلنا ل7,500 شنطة، لسه 2,500 شنطة. لو بصيتوا على الاماكن اللي احنا بنوزع فيها الشنط هتقولوا انتوا بتجيبوا الاماكن دي منين؟ ناس فقيرة جدا جدا جدا، ناس فعلا تحتاج. هتسألني تقول هم بيعملوا ايه بعد رمضان؟ اقول لك بيقولوا يا رب، بيستنوا من رمضان لرمضان الشنطة ديت عشان تكفيهم 5 ايام في شهر رمضان. ده الشنطة اللي احنا فرحانين بيها، اللي انا بتمنى ان انا اوزع كل شهر 7,000 شنطة او 10,000 شنطة كل شهر. ده لولا التموين في مصر والكارت بتاع التموين كانت حصلت كارثة. لولا ان الناس بتروح تجيب تموينها ببلاش او بتدفع مبلغ زهيد كانت حصلت كارثة. ده توزيع الشنطة في احد المراكز اللي انتوا بنتوها لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الفيوم. احنا وزعنا في اسوان، وزعنا في كفر الشيخ، وزعنا في دمياط، في بورسعيد، وزعنا في الدقهلية، وزعنا كل ده بفضل ربنا عز وجل طبعا، وزعنا في محافظة قنا، وزعنا في محافظة سوهاج في القليوبية، وزعنا في القاهرة، وزعنا في الفيوم، وزعنا في بني سويف، ولسه القافلة وزعنا كمان في اسكندرية، ولسه
محتاجين الباقي، لان احنا الاسبوع اللي جاي هنوزع في محافظة البحيرة. عايزين 1000 شنطة لمحافظة البحيرة. طبعا انا بتكلم في ارقام، هتقولوا ده في جمعيات بتلم، الله يعينها. انا بتكلم على قدي، ما هو اصلا انا بشتغل مع الفقراء اللي هم حاسين بالفقراء اللي زيهم فبيساعدوهم. ده مشهد من مشاهد التوزيع في محافظة قنا، ودي منظر من مناظر البيوت اللي بتاخد مننا المساعدة، ودي مشهد من مشاهد الشباب وهم بيلفوا على البيوت عشان يوزعهم في محافظة قنا. هو ده اللي احنا بنقول عليه، عايزين نخبط على البيوت عشان نوصل للناس الفقيرة اللي محتاجة مساعدة. والله لو تسمعوا الناس دي بتقول ايه وبتدعيك وبتدعيلكوا وبتقول ايه، هتفرحوا جدا 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 وتقولوا امين. مشاهدينا الكرام، بنشوف مناظر كتيرة في اماكن كتيرة محتاجة فعلا شنطة، شنطة اللي احنا بنبخل عليهم بيها. اهل الخير في كل مكان، انا طمعان دلوقتي ان حد يتصل ويقول انا هبعت لك 500 شنطة وزعهم. انا بشكر عيلة الحليلي من دولة الامارات اللي بعتت تعمل معانا 100 شنطة، بس 100 شنطة عايزين الشنطة ب300 جنيه. ربنا يجزيهم خير، ربنا يحسن اليهم. هو ده اللي احنا بنقول عليه، ان العرب كلهم يتكاتفوا مع بعض، في حين ان في مصريين يقدروا يعملوا اكتر من كده بكتير. الراجل اللي قاعد اللي راقد ده لما يلاقيك بتخبط عليه وبتقول له كل سنة وانت طيب ادعي لنا يا حاج، اكيد هيدعي. ما هو ربنا ابتلاه بالمرض عشان بيحبه، فلما ربنا بيحبه ويسمعه بيقول يا رب بارك في فلان اللي انا ما اعرفوش، اللي انا ما شفتوش، او فلانة اللي انا ما شفتهاش اللي جابت لي اكل وانا ما كانش عندي اكل، اكيد ربنا عز وجل هيعد لصاحب الشنطة ديت اجر كبير جدا جدا. هنعرف قيمته يوم القيامة، يوم ما نتحشر في ظل صداقتنا، يوم ما تبقى حبة الارز قد جبل احد، يوم ما الناس بتتحشر حفاة عراة الا صاحب الصدقة، يوم ما ربنا بيغضب غضب شديد جدا فتأتي الصدقة صدقة السر فتطفئ الغضب. انا بشكر الناس اللي اتحركت معانا عشان تعمل الابار في سينا. خلاص قربنا نخلص التجمعات السكنية، 85 تجمع اللي موجودين في سينا، احنا النهاردة وصلنا بفضل الله لغاية 45 تجمع، فين لسه قدامنا 40 تجمع، عايزين لهم 40 بير في سينا. سينا الحبيبة خط الدفاع الاول لينا كلنا، سينا اللي محتاجة مننا تشرب مية، بس مش عايزة مننا اكتر من كده. ممكن انا بشكر الناس اللي بتتحرك معانا عشان تعمل صدقات جارية لنفسها وهي عايشة. انا عايز كده، اعمل لنفسك وانت عايش، ما تستناش لما تموت، لان ممكن ولادك ما يعملوش. مين عايز يبني مسجد؟ مين عايز يشارك معانا في تشطيب مسجد في بني سويف او في الفيوم او في دمياط؟ مين عاوز يعمل صدقة لنفسه ويشطب معانا مستشفى البر والتقوى؟ مين هينقذ ام رحمة من السجن هي وبناتها؟ مين هينقذ الحاجة سيدة من كفر الشيخ، من البيت اللي ساكنة فيه اللي في الشتاء بتلاقيش مكان تستخبى فيه؟ تعالوا نعيد تاني حالة كفر الشيخ. وعندي القلب والضغط والكولون وسدة في الشرايين، وليا كل أسبوع ب170 جنيه علاج،
وكان معايا جوز بنات ولاد جوزي جوزتيهم واحده في الصعيد واحده في التفتيش، ومعايا بنتي مجوزاها من السنه اللي فاتت في حي نحيد سوق، ومعايا جوز صبيان واحد عنده الدوالي وظهر والبواصير مانيش عارفه لا عالج ولا عارفه اجيب له اي حاجه، وعندي الواد التاني في العلاء، وربنا هو يتولانا برحمته وبتوع بيت المال هم برادونا كل اللي ربنا بيقدر عليه وعايشين يعلم بنا ربنا. فأنا بأطلب منكم يا أهل الخير ترضوني وتبصوا للدار اللي احنا بيجي علينا الشتاء ما بنبوش عارفين نقعدوا ولا عارفين نعيش. مشاهدينا الكرام، ده بيت الحاجة سيدة من كفر الشيخ اللي أنا كلمتكم عنه، دي تالت مرة كلمكم عنه، والحلقة اللي فاتت اتكلمنا عنه. بنتكلم عن ناس عايزة سكن، عايزة تعيش، منتكلمش عن ناس عايزة تترفع. وبفكركم بمشروع الخمسين عروسة اللي احنا قلنا عايزين نجهزهم. احنا دلوقتي وصلنا طلبات بس لعرايس عايزة تتشور 150 عروسة عايزة تتجهز. احنا جهزنا لغاية الان او شاركنا في التجهيز لغاية الان في الصعيد، جهزنا 12 عروسة في وجه بحري وكذا مكان كده في تبع القاهرة، جهزنا 20 عروسة. طب والباقي هنعمل فيهم ايه؟ برنامج بالطاقة دي يجهز 32 عروسة؟ لا، انا عايز على اخر رمضان اقول انا جهزت 150 عروسة، مش 50 عروسة. مشاهدينا الكرام، عايزين نتحرك، لان التحرك بتاعنا لله هو ده اللي هينقذنا في الدنيا وفي الاخرة. مشاهدينا الكرام، فاكرين حالة ام رحمة؟ اعيدها عليكم تاني عشان نبقى اخر ختامنا معاكم ام رحمة. يلا بينا. يسر طريقكم وينجيكم، يصلح لكم حالكم ويجعلها سنه حلوه عليكم. احنا ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، والله العظيم ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه، ونايمه على الارض. اقفوا معاي سنه حلوه عليكم يا رب، يجعلها سنه حلوه عليكم. ان كنتوا تقفوا مع اختكم، اقفوا مع اختكم وامكم، ما يرضوكوش اللي انا ابقى متبهدله كده طول عمري. معايا عيله مجوزاها عندها 20 سنه، جوزها بيلم زباله وورق، برضه اللي قاعده جنبيها دي مش قادر ياكلها، مفيش. انا عاوز عربيه، معاوش عربيه يشتغل عليها عشان ياكل مراته. ومعايا عيله هي صغيره نوره عندها 12 سنه، والواد دوت عنده 4 سنين ونص، انا اللي مربياه يتيم، الطفل دوت يتيم. وقفوا معايا. ومعايا عيل تاني متخلف، ايوه متخلف، عنده 11 سنه متخلف، متخلف عقريه، بيمشي هنا وهنا ما بيقعدش معايا. من قله ما فيش، انا هجيب منين ما فيش؟ عاوزاكم تقفوا معايا في حته توك توك لو قديم ياكلني اكل منه عيش. يبارك لكم ويسر طريقكم وينصركم. ما تسيبوش ولادي، ولادي ضايعين مني، الشباب بتجري وراهم البنتين، كل واحده تجيب لي السرير اروح ابيعه ب 150 وابيعه ب 100 جنيه عشان اجيب اكل للعيال. ما يرضوكوش اللي انا عايشه من غير دولاب ومن غير سرير ومن غير اي حاجه. ما تسيبونيش كده، اوعوا تسيبوني كده. انا قاعده في تربه، يعني المكان دوت نايس سكين واحده تعيش فيه.
لما يحاصر الفقير البلطجة والجهل. الحاجة أم رحمة شايفين بيتها، بناتها متهددين، البيت صعب جدا. يا إما نقف جنبهم ونسد دينها ونعمل لها مشروع ونطور بيتها كويس يبقى شكله بيت آدمي يليق بأمنا، يا إما ما عادش في رجالة في البلد دي. مشاهدينا الكرام، مستنيين تتحركم قبل الأوان ما يعد علينا. شكرا وكل سنة وانتم طيبين.